الأول. الذئب والثعلب الكونغولي القادم من نادي الشياطين السود الكونغولي، أفضل لاعب في كان شباب عام 2007 فابريس أوندامانغيسي، أفضل لاعب في الجولات الأخيرة يتمكن من تسجيل الهدف الأول. لو كانت الكونغو تفتخر بمجموعة من اللاعبين الذين ميزوا تاريخها، الكونغو برازافيل كانغابي في بداية الثمانينيات وبونزا بيسافييم عام 79، اليوم نجم آخر لكرة القدم الكونغولية هو فابريس أوندامانغيسي، يتمكن من تسجيل الهدف الأول بشكل ممتاز بدهاء ومكر الهدفين الكبار، يتمكن من تسجيل الهدف الأول للوداد الرياضي في الدقيقة 6 من هذه المواجهة. تستأنف المباراة بهذا الهدف.